آلات الحفر العملاقة هي آلات تقوم بحفر الأنفاق أو متر الأنفاق، والتي تستخدمها الحكومات حتى تقوم بتوسعة طرق أكثر، وذلك لتجنب الاكتظاظ والزحام في داخل المدن. يمكنكم أن تتابعوا معنا هذه الحفارات كيف تعمل، وبطريقة مثالية تقوم ليس فقط بالحفر إنما بعملية بناء وهي في طريقها إلى الجهة الأخرى. لنتابع معا كيف يتم تجهيزها لعملية الحفر. أمامكم كما تشاهدون هذا الحفار العملاق، والذي يتم تجهيزه لمهمة حفر داخل مترو أو داخل الأرض لعمل مترو الأنفاق. يمكنكم أن تتابعوا كيف أيضا يتم به عمل خطوط الأنابيب حتى يتم توصيلها بكل سلاسة وسهولة تحت الأرض. لنتابع كيف تتم عملية تركيب هذا الحفار. بالطبع المهندسون يعرفون طريق الدخول وطريق العودة. يمكنكم أن تتابعوا لهذا الحفار كيف دخل، وبعد ذلك في الداخل تتم عمليات بناء مثالية بالطبع. لنشاهد الحفارات وكيف تعمل بشكل مثالي. بالطبع تقوم آلات أخرى بعملية المساعدة حتى يتم إدخال هذه الحفارات تحت الأرض، كما أن لقطع التكسير أو الكسارات لها دور فعال وكبير بعملية الحفر. وبالطبع الأرض التي سيتم الحفر بها يجب أن تكون مثالية وغير صلبة كليا حتى يتمكن الحفار من الدخول. حتى لو كانت صلبة أيضا، فهذه الحفارات قوية بما يكفي لفعل المستحيل واختراق الأرض. بالطبع أول خطوة للحفار تكون صعبة، ففي البداية يقوم العمال كما تشاهدون بعمليات التجهيز. وهنا لنتابع كيف سيخترق الحفار الحائط، ويقوم العمال بوضع الكثير من المياه، وذلك لتجنب نزول الغبار على الأرض وتغطية الرؤية عليهم. لنتابع بداية كيف يتم تسوية الأرض التي سيتم الحفر بها. لنشاهد معا عمليات تجهيز الحفار. يمكنكم أن تشاهدوا هنا كيف يتم تجهيز هذه الأقواس الخاصة بعمليات البناء
والتي يتم نقلها لداخل الحفار حتى يتم صفها أثناء عملية الحفر. فكلما كانت عملية الحفر أعمق، كلما زادت القطع التي سيتم وضعها على الجوانب وبشكل دائري، وذلك حتى تلتصق القطع مع بعضها البعض ويكون النفق قويا جدا. يتم وضع الإسمنت أيضا لتسهيل عملية ثبات هذه القطع. لنشاهد معا كيف يتم الأمر، وكيف أيضا توضع الشباك المعدنية التي تصب عليها الإسمنت، وذلك لتدعيم قوي وبشكل مثالي. لنشاهد كيف تتم العملية. أما هنا لنتابع طريقة عمل الحفار من خلال فيديو توضيحي. فالحفار يدخل في الأرض ويقوم باستخراج التراب، وبعد ذلك يتم بناء قطع خرسانية مكان القطع التي تم حفرها. يمكنكم أن تتابعوا هذا العمل كيف يتم. ما رأيكم هنا بعملية البناء داخل الأنفاق؟ ويمكنكم أن تشاهدوا عملية خروج هذه القطع من النفق من الجهة الأخرى. تابعوا كيف قامت بهدم هذا المكان. الأمر هنا صعب للغاية، لأن العمل تحت الأرض شاق فعلا، لكن هذه الآلات مثالية جدا لهذه العمليات. لنتابع